العالم كله حاليا بيتكلم عن الانتقالات اللي في كل مكان، الماركات والارقام الكبيره، واهم كلام عن محمد صلاح الايجيبشن كينج. الصحافه الانجليزيه كلها وكل الصحف الانجليزيه بتاكد ان ليفربول رفض عرض اتحاد جده السعودي، وان محمد صلاح مكمل مع ليفربول وهيكمل العقد بتاعه. وعلى النقيض كل الصحف السعوديه بتؤكد ان اتحاد جده خلص في الصفقه وليفربول موافق وصلاح موافق والمفاوضات قويه جدا جدا حتى الان. عشان تكونوا في الصوره، كان في عرضين قبل العرض الحالي، كان في عرض ب 100 مليون وتم رفضه، ثم بعرض ب 150 مليون استرليني وتم رفضه، وحاليا العرض المقدم بقوه جدا وصل ل 200 مليون استرليني. الرقم ده اللي ليفربول هياخده، ده الرقم علشان ليفربول يسيب محمد صلاح. وتقرير سعوديه قالت ان وفد من اتحاد جده هيكون متواجد في انجلترا لحسم انتقال محمد صلاح بشكل نهائي، رغم عدم موافقه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لغايه الوقت اللي انا بتكلم فيه ده. عشان في الماركاتو ما تقدرش تضمن الدقائق والثواني والمفاوضات، فحتى الان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده يورجن كلوب رافض.